بس سمك سهل يسلي يعني بيه يسلي يعني بيه ايش هي هذه؟ يسلي يعني بيه يقعد قاعد يقعد ليش بتحكي معاه بالسياسة؟ ما نحكيش دغري يا مدام مش خدم العبيد هذاك هيك بس خدم العبيد هذاك هو ما تبعش تعود لو سمحت لو قال لك راه جيعان ما قاليش جيعان لا ما قاليش في قالك شيعان لا بعد ايه يطلع قبل ما يدخل يسلي يعني بيه ما في خلصك امشي هكاك حاطه سيب ما تخلمش حتى نخلصك انا في بلاصتو بيت الحاسب هذا دخل يحرم عليك تدسني شام لا حماس يمشي خلصك يمشي يعطيك يمشي خلصك سيد هاي حكتون سيد يسوم هطاناتك حق يرحم ينحديك سيبه يرحم بوك طب خلصي لك انا اما ما تنكوش قدنا بيه ايه سمعني انت ملهوش يا انا دور قول لك يا حكتون هزيد خلصي لك انا يا حكتون يا معلم برس ما كلمه صديق يدي ما تخاف يصلي عني بدي خلصون احنا حقك اكثر شيء مشكله ما عندي شيء ايش معاي ما عندي شيء ايش عندي مش مشكله مش دخلك انت مش دخلك ولا مش مشكله مش مشكله تحب اكل طب مش على ريحك رمضان يصير تحب عني بيه هذا عايش كويس سيبه فيت لك فيت لك حقك مريون ناحي مريون لحمه مريوده لحظه برك لحظه برك سيبني بقى ده سيبني رمضان وعويش فهمت بس يسرق عاده يسرق اي سبحان الله يجي يقول لي شغلك يا معلم هاك رش عندك كيف الاخ الراجل يجي لي راجل يقول لي راني ما عنديش انا اعطيه صافي هو يعمل ربي انت يصير يعمل كرب يا حمدي ما صار يا دي خلي مش مشكله ايش ايش ما سرقش المخيف يسرق ده مش على روح رمضان وعويش وتسرق يا معلم استني عني بيه بيه استني شيء شقاي لا خالي مش تمشيهم لكن اي خالي اختي خالي